يتوخى المؤمن الأمكنة الطاهرة التي يغلب على الظن أن الملائكة تحفها. ونحن بحمد الله نسأل الله لا يضيع لنا ولكم عمل، منذ أن سلم شيخنا الشيخ فيصل صلاة من صلاة المغرب ونحن نسمع تلاوة إثر تلاوة وكلاما طيبا من مشايخنا وفي بيت من بيوت الله. فهذه المواطن أهل لأن تحفها ملائكة الله. وكما يدنو المؤمن من المواطن التي يغلب على الظن أو دل الشرع نقلا على أنها تحفها ملائكة الله، ينأى بنفسه عن المواطن التي تنأى الملائكة بنفسها عنها من مواطن اللهو والفجور وعصيان الله وشرب الخمور والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ينأى بنفسه عنها، يرجو أن يلقى الله بقلب تقي نقي. بلغنا الله وإياكم رضوانه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.